بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بجريدة أصوات في مركز التصفية ديال الدم ديال كنشرف عليه دكتورة حسن نعيمة، أخصائية في أمراض الكلي وبنت مدينة الدار البيضاء من أسرة محافظة مدينة الدار البيضاء. الدراسات ديالي كانت في مدينة الدار البيضاء، ابتدائي كانت في مدرسة بولي الحسن، ومن بعد الثانوي فاطمة الزهراء، الثانوية الخامسة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ومدينة ليون جامعة كلود برنار ليون قومي. هذه فين درت التخصص ديالي في الزراعة، زراعة الكلي وفي أمراض الكلي. من بعد دخلت للدار البيضاء وأسست مركز التصفية ديال الدم، هذه 25 سنة. في واحد 15 سنة بديت في أعمال جمعوية، كنت رأس فرع درب السلطان في ذات جمعية الدار البيضاء كريان سنترال. كيف كتعرفوا جمعية الأم هي جمعية الدار البيضاء كريان سنترال، تأسست في سنة 1984 وكانت آنذاك سميتها جمعية الدار البيضاء الكبرى، الدار البيضاء الكبرى للتنمية والازدهار. كان كيترأس المرحوم السيد اليوت باش نشوف المقاومين الكبار ومن الكبار ديال الدار البيضاء. ومن بعد جا من بعد ما توفى كان الدكتور محمود بوشنجو الابن ديالو، من بعد كان السيد ملوك مصطفى، ومن بعد ودابا الرئيس ديالها هو الاستاذ ابو معروف اللي هو عميد كليه الطب والصيدله الدكتور استاذ مصطفى ابو معروف الدكتور السابق الجمعيه ديالنا عندها فروع، عندها فرع ديال الحي المحمدي، هذا الفرع نشيط عنده ادباء وكتاب كيتراسوا الاستاذ كهفي وهو استاذ جامعي سابق استاذ بلجي، كاين فرع ديال الانفان وكاين فرع ديال درب السلطان الفداء هو اللي كنترأس. هذا الفرع اللي كنترأسو انا كي الميزه ديالو اعمال جمعويه اكثر من هي جمعويه، واخا عندنا بعض اعمال ثقافيه محاضرات رياضيه مباريات، ولكن الخاصيه ديالنا اعمال خيريه جمعويه. يعني الفرع ديالنا كيتنقل في المغرب كله، مشينا لبولمان، مشينا لتحنا، مشينا لثلاث يعقوب، مشينا لشيشاوة، مشينا لدوار أبادة، يعني كنتنقلوا في المناطق النائية، كنجيو معنا أغطية، ألبسة، هادي السنة قبل ما تجي جائحة كورونا، كانت الاستفادة ديال أكثر من 300 شخص استفادوا من الألبسة والأغطية. قفة رمضان واخا كانت الجائحة السنة اللي مضات أكثر من 1500 قفة الفرع ديالنا اللي وزع، وكنمشيو نزورو الخيريات إصلاحيات، كان ملي كتكون شي مناسبة وطنية ولا دينية بحال الإصلاحية اللي كاينة في حي العيون اللي فيها بنيتات من 8 سنين حتى 18 سنة، كنمشيو فحال عاشوراء نديرو الحويجات نديرو الفاكية نديرو طعيرجات، كنمشيو ندوزو معاهم نهار تخلصو نفطو معاهم نهار في رمضان، كنمشيو للخيريات. يعني الفرع ديالنا هذه هي الميزه ديالو، وكنديرو بعض المحاضرات كنشوفو كاين شي حدث وطني كنديرو محاضرات. درنا محاضره لقات واحد النجاح كبير هي عوده المغرب للاتحاد الافريقي، كانت درناها في ثانويه الخوارزمي لقات واحد النجاح الحمد لله نجاح كبير، وكنديروا محاضرات كنجيبوا اساتذه وكيقول لنا في ما كيكون شي حدث وطني ولا ديني ولا كنديروا بعض المحاضرات. كنديروا حفل الختان في المنطقه ديال درب السلطان الفيده، وكنديروا حملات تحسيسيه، كنمشيو للمدرسه القرانيه اللي كاينه في القريعه، هذيك المدرسه القرانيه كنمشيو لها مره ولا مرتين في السنه. هذيك المدرسة تخرجوا منها أئمة، تخرجوا منها علامات، كيتلقاو أصول الدين والفقه مجانا، راه كاينة في حدا القريعة،
كنمشيو لها مره ولا جوج مرات في السنه، كنقومو تما بحمله تحسيسيه ديال داك السكري الضغط الدموي، كنديرو فحص بالصدى، كنمشيو حتى الالتهاب الكبد ديال الفيروس هيباتيت سي. كندوز ظروف الحمد لله، كندوز ظروف جيده. حاجه الدكتور نعيمه الحسني، مسار متميز لمراه متميزه، 8 مارس ماذا يشكل بالنسبه للدكتور نعيمه الحسني هذا التاريخ؟ انا كمغربيه وكنفتخر بمغربيتي، حنا راه ما عندناش غير 8 مارس اللي هو يوم عالمي للمراه، حنا عندنا حتى 10 اكتوبر. 10 اكتوبر يوم وطني للمراه، يوم ديال المساواه ديال المراه مع الرجل، وهذا راه بان لينا في مدونه الاسره. يعني عندنا يوم وطني اللي كتكرم فيه المراه المغربيه وكتساوى مع الرجل. حنا مجتمع واحد، واش يمكن لينا نمشيو برجل وحده؟ في المراه كيف الرجل، هذا هو الاحتفال. والمراه خصها تحتفل بها طول السنه. المراه عطات، المراه القرويه عطات في البادية، المرأة عطات في جميع الميادين المهنية، في القضاء عطات، في التسيير عطات، منابر الإعلام عطات المرأة. يعني المرأة عطات وعطات شيء الكثير، وما نبغوهاش تبقى الحمد لله متهمشة، خصها تسير وتسير مع برزات الوجود ديالها كطبيبة كمهندسة كفاعلة جمعوية. يعني المرأة عطات وعطات شيء الكثير، وكنتمناو على الله سبحانه وتعالى انها تزيد تعطي. اكيد يا دكتور الحاجة نعيمة الحسني، انت فاعلة جمعوية طبيبة، يعني هذا المسار اللي وصلت ليه اكيد بانه كان هناك شخصيات الذين اثروا في مسارك، يعني شكون هما الشخصيات؟ واش الاب؟ واش الاخوان؟ من هو الشخص الذي اثر بشكل كبير في مسار الدكتورة نعيمة الحسني؟ كان الوالد ديالي الله يرحمه، كان الوالد ديالي الله يرحمه كيعمل اعمال خيريه وبالخفاء، ما كيبخلش اللي وقف عليه، ما كيبخلش. حنا كنا كنشوف فيه هذه الميزه، وما ماشي غير في انا، حتى في الاخوان ديالي فيهم. فانت نقول حنا في بوخ سوسيال، علاش الانسان الا قدر يدير شويه الخير ويساعد علاش ما يديروش؟ والحمد لله راه كنترقص دار المسنين اللي في الهرويه اللي تابعه لمنظمه محمد الخامس للتضامن. هذا الحمد لله شرف ليا وشرف كبير. كنترأس دار المسنين اللي تابعة لمنظمة محمد الخامس للتضامن اللي كتوجد في الهرويين. عندي شراكة مع جمعية الرحمة العالمية اللي معروفة بالأعمال ديالها الخيرية في العالم كله، عندي شراكة معاها. انخرطت في جمعية اللي كاينة في إقليم أزيلال، جمعية ديال الأصول الكلوي والأعمال الخيرية، جمعية تنتيفة، أنا نائبة الرئيس الأولى. يعني الحمد لله، وهاد الأعمال الخيرية الجمعوية الإنسان ما كيشبعش منها، وديما كنطلبوا نزيدوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نزيدوا نعطيو. وكنلقاو المغاربة مستعدين يساعدوا، كتلقى المغرب حنا فين هاد الخصلة المغاربة؟ هذا هما اللي كيميزوا المغاربة، يعني حنا تضامن تآخي، هاد هما المغاربة اللي عرفنا، اللي عرفت أنا في السبعينات. يعني المغاربة هما هادو فينا هاد الميزة، أننا متضامنين. ميمكنش تقول ليه غادي 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 ندير هاد العمل ولا غاد الخير وما يمشيش معاك، لا، غير كخصهم يلقاو النزاهة. عرفوا الا عطاو شي حاجه غادي تمشي لبلاصتها، هادشي اللي غادي نقدر انا. اخيرا الدكتوره نعيمه الحسني، انت تنتمين الى جمعويه بنت ياس، يعني انت تجدين ذاتك في العمل الجماعي، لو اقترح عليك الممارسه السياسيه ما هو الدكتوره نعيمه الحسني؟ لا
غير بالمناسبة ديال 8 مارس، الرسالة ديالك كفائدة جمعوية كمرأة كطبيبة، شنو هي الرسالة ديالك؟ الرسالة ديالي اللي غادي نقدر نوجه للمغربيات وأنا مغربية، أن النساء تنخرط في العمل الجمعوي. الأعمال الجمعوية راه كتقدر توصل للمرأة وتزيدها لقدام. الرسالة ديالكم دكتورة؟ الرسالة ديالي للنساء المغربيات أنهم ينخرطوا في العمل الجمعوي. أعمال جمعوية خيرية. كنلقوا مناسبات أننا حنا نطلقوا بنساء، كل وحدة عندها الأفكار ديالها، كل وحدة عندها أشنو باغا دير، ولكن كنصح المغربيات ينخرطوا في العمل الجمعوي لأن غادي يفيدنا ويفوت المجتمع ديالنا. هذا هو المغزى، نعطيو شي حاجة للوطن ديالنا والمجتمع ديالنا. شكرا دكتورة نعيمة حسني. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.